غريبة إنك صاحية لحد دلوقتي. أنا مستنياك. أصلك أول مرة تعمليها يعني من يوم ما اتجوزنا. إحنا تقريبا يعني بقينا وش الفجر. ما أنا كنت عايزة أتكلم معاك. وأنا تحت أمرك، اتفضلي. أنا قابلت جابر النهاردة. نعم، قابلتي جابر؟ وانت جاي تقولي بعد ما قابلتيه؟ قابلتيه ازاي؟ قابلته صدفة. وبعدين؟ عايز نتطلق ونتجوز. فالقعدة دي عشان انا اطلقك وتروحوا تتجوزوا، مش كده؟ القعدة دي معمولة عشان أقول لك خد بالك مني. ما تسيبنيش لوحدي يا زيدان. لو أنت فعلاً عايزني، ما تخليش حد ياخدني منك. مفيش مخلوق على وش الأرض يقدر ياخدك مني. وإذا كان على اسمه جابر ده، فإكرم ما يدفنه. زيدان أنا مش عايزة مشاكل. أنا تعبت خلاص. أنا قلت لك عشان أنا ست محترمة وبحترم نفسي. وأنت عايز إيه بالظبط؟ عايز أنا أسيبه وهو بيكسر فيا؟ أنا اللي متكسرة. أنا اللي كان نفسي أحس معاك بالأمان. دي آخر فرصة ليك. لو عدت هتخسرني. مهرة، وأنا مستحيل أخسرك. أنا بحبك يا مهرة. أنا تعبانة، عايزة أنام.